الرحمن الرحيم. اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم صلِّ وسلِّم على صاحب هذا الدعاء. وسؤالنا هو: هل هذا الدعاء هو من قبيل التراث الإنساني والافتخار به في المجالس؟ أم إنه دين وأخلاق يجب التعامل به والانصياع له؟ هل ممكن لهذا الدعاء أن يقود حركاتنا وتصرفاتنا ويكون واقعاً عملياً؟ أم أن هؤلاء الأهل ليسوا أولئك الأهل؟ فالأمر صعب إذن. أحدهم يقول لصاحبه: هذا الشعب لا يستحق أن تضحي من أجله، فهو شعب جاهل حقود لا يعرف معنى المبدأ ولا يعرف قيمة الرجال ولا معاناتهم. تعلو الحيرة الطرف الآخر وتتردد الإجابة في صدره: وهل التضحية وفقد الأحباب والأرزاق جعلت لغير ذلك، أي للقضاء على الجهل والحقد ومحاولة إنقاذ الإنسانية والشعوب؟ المسلم لب عقيدته والرحى التي يدور عليها هو الإصلاح مهما كلف الأمر. صاحب راية الإصلاح ورافع اللواء لا يقف في طريقه شيء ولا يعترضه عارض. المسلم صاحب القضية وصاحب المبدأ يرى أن الحقد والبغض المانع عن الإصلاح والتضحية هو من وسوسة الشياطين. فالفهم الصحيح لهذا الدعاء هو أنه مهما بلغ عتو قومك وبغضهم وعداوتهم لك، فهم جهلة لا يعلمون حقيقة أمرك. فالواجب عليك الدنو منهم والحنو عليهم، فهم لا يعلمون. أطرق صاحبنا وتيقن أنه كان مستدرجاً من قبل عواطفه ونفسه، ولم يشعر إلا والدموع تنزل من عينيه مردداً الدعاء: اللهم اهدِ قومي فإنهم لا يعلمون. أهلنا في ربوع ليبيا، أهلنا في الشرق وأهلنا في الغرب وأهلنا في الجنوب. نرحب بكم في برنامجكم بنغازي تعز علينا. نقول لكم أهلا وسهلا وعلى بركة الله نبدأ الحلقة. وحلقتنا كالمعتاد نبدوها بالرسائل، وعندنا ثلاث رسائل إذا وفقنا الله سبحانه وتعالى في الوقت. رسالتنا الأولى: كثر الكلام على السجل المدني وعلى التزوير وعلى يعني استعداد للانتخابات وإن السجل. بداية قبل أن نخشوا في السجل المدني، إحنا نأيدوا قضية الانتخابات، بس يكون يعني يكون فيها مصداقية، يكون فيها شفافية. لكن اللعب على السجل المدني غير حتى الانتخابات، هذا أمن قومي للدولة، لخبطة كبيرة تصير هذه. إذا أرقام وطنية مزورات ومضروبة وشخصيات يحكموا عليها أنهم ليبيين وهم ما همش ليبيين، وتلاعب كبير بالكل، خطير الأمر هذا، يضرب الأمن القومي في عقر دارة. الأمن القومي في ليبيا ينضرب من خلال هذا التلاعب. والسجل المدني هذا يعتبر الحصن الحصين، الحصن الحصين للعائلة الليبية الكاملة. فرد بالكم اللعب عليها خطير. مش معنى ذلك أن نحن نشك في الانتخابات أو نحن ضد الانتخابات، لا، لكن هذه القضية، قضية السجل المدني، فيها من الخطورة ما فيها، يجب الانتباه عليها. نطالب بتحقيق سريع شفاف نزيه يعطينا الحقيقة في هذا الموضوع. هل فعلا في تلاعب في السجل المدني وفي تزوير ولا لا؟ وعلى ضوء هذا الكلام ينبنى الرأي الصحيح. الأمر هذا لابد يكون مستعجل، خلاص الأمر خطير جدا. هذه رسالتنا الأولى. رسالتنا الثانية لأهالينا مهجري بنغازي. كويس التحرك ومتحكم، هذا كويس، خاصة عن طريق التنسيقية، هو الجسم الوحيد الآن موجود، هو التجهيز للانتخابات ومعرفة أهلكم وتسجيل وكذا وكذا، كلام كويس والمجهودات كلها كويسة. لكن تشتت الجهود، اخذ بالكم تشتت الجهود راي يضعفكم. لابد أن نكون راي واحد،
احنا الان في معركه مصيريه، لابد نكون على راي واحد وعلى قلب واحد، لان مصيبتنا واحده وهمنا واحد وكارثتنا واحده على ليبيا كلها بالكامل، فما بالك على اهل بنغازي المعاناه اللي قاعدين يعانوا فيها، تشتت الجهود هذا، وكل مره طالع واحد من هنا ومن هنا، لا مش كويسه، مش كويسه باي حال من الاحوال. وكان تبوا رايي هنا في المساله هذه، التنسيقيه بادرت بهذا الموضوع، تنسيقيه العمل الوطني الان بادرت بهذا الموضوع وتلم في الجهود وبقدر الامكان، وجلست معاهم انا شخصيا وحددنا حتى ناس سواء كان في مصراتة ولا في طرابلس يكونوا كيف اللجان، وفي زليتن ايضا، اقعدوا مع بعضكم، اجلسوا مع بعضكم، وحدوا ارائكم، وحدوا مفاهيمكم، انطلقوا بهلكم، لعلكم تخفوا المحنه عن هلكم شويه، ولعلكم يعني تعوضوا الكارثه اللي صارت، هذه فكنا الله سبحانه وتعالى منها. لكن تشتت الجهود مهما كانت قوتنا، اذا كان شتتت حنضعفوا وحنخسروا المعركه. خلوني نكون معكم صريح، نحن نبون نجيب حق ابنائنا وحق بلادنا اللي ضاعت، لابد نثبتوا لها الحقوق بهذه التصرفات يريحن الحقوق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق بينكم وأن يجمعكم على الخير. الرسالة الثالثة السريع، قبيلتنا العواقير يعني لعندمت بيكون عندك موقف، لعندي كملكم حفتر بالكامل بعد هالتشكيك في بعضكم، وبعد هالفضايح اللي قاعدة تصير في قبيلة العواقير، ولعندمس كيف يكذبوا في بعضهم ورموز في العواقير، ما زلنا مصرين على ما تسمى بعملية الكرامة، وما زلنا وراك يا قائد، وما زلنا المشير، وما زلنا رئيس أركان حرب، ولا مش عارف شنو الكلام الفاضي هذا، ما زلنا لعندمت بعد هذه الأدلة، وبعد هذه الحالة اللي وصلنا لها، وبعد البلاد اللي دمرت، وبعد العويلة اللي راح، وبعد الدماء اللي سالت، وبعد الخراب، وبعد الدمار، ما زلنا مسكرين رؤوسنا؟ لكن هذا أنا نقول لكم، اللي مخليكم أنتم مسكرين رؤوسكم ومخليكم كابرة عندكم، إنكم تعترفوا إنكم أيدتوا الباطل في البداية، دعمتوا الباطل في البداية، كنتوا سبب الخراب في البداية. لكن أنا نقول برضو الرجوع الآن برضو محمود، الرجوع الآن خير من الاستمرار في الباطل. على أي أساس تستمروا بس؟ على أي أساس تستمروا وأنتوا الوضوح قاعد قدامكم واضح؟ ما فيش حد تو اللي يحكم هو حفتر وعياله، حفتر والكتائب الأمنية اللي تخطر عليك، الكتائب الأمنية متاع القذافي، لا في قبائل ولا في شخصيات برقوية ولا في ناس مستفيدة الآن من برقة اللي نحن دفعنا الثمن الكبير من أجلها. نبو موقف من قبلتنا العواقير وباقي القبائل صراحة اللي ما زالت تحن للمشير هذا، بعد ما اتضحت المسألة بهذا الشكل، وبعد يعني كان فيها وضوح بهذه الدرجة، وعرفنا الخراب وعرفنا الدمار وعرفنا من صاحبنا، واعترفوا هم برواحهم القيادات ما تسمى بقيادات عملية كرامة، وقالوا من اللي يقتل ومن اللي يدير وشنو القضايا اللي مسكوهن وش اللي يديروا فيه، هذا كله خلاص كفيل بأنه يقول أرجع أقدع على وطنك. مش هيك القصة، حرام عليكم، لعندمتوا أنتم مسكرين رؤوسكم واخذتكم العزة بالاسم، وانتوا اللي ما محبوس اللي ما مطارد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا، وخلونا تو نطلعوا للحلقة بإذن الله تعالى. حلقتنا اليوم بإذن الله تعالى عنوانها نفوذ بنغازي بين نفوذ القبيلة وسيطرة العسكر. هنشوفوا أي قبيلة اللي هي قاعدة لها نفوذ الآن في المنطقة الشرقية، خاصة في مدينة بنغازي، وسيطرة العسكر اللي هي قاعدة واضحة في تقرير، خلونا نشوفوه مع بعضنا توا ونرجع لكم إن شاء الله. كما نؤكد ما جاء في اجتماع برشس المطالب بالإخراج عن ابننا البطل فرج دعيم العدوري، الله أكبر، وندين ونستنكر ما حدث من أعمال تخريب وحرق وسرقة ممتلكات المدنيين في منطقة برشس المجاهدة من قبل أشخاص يريدون تشويه المؤسسة العسكرية.
حفتر اليوم ليس هو حفتر الأمس، فحلفاؤه الذين كانوا أشد مناصريه أصبحوا اليوم من ألذ أعدائه. فبعيد محاولات الاغتيال التي طالت أبرز قادة العواجير أوائل السنة الماضية، ها هي اليوم تتجدد الكرة بعد محاولات فرج قعيم الأخيرة، والتي انتفض فيها على حفتر وأعلن خروجه من تحت عباءته التي لطالما احتمى بظلها طيلة الأعوام الثلاث الماضية. فبات مصيره اليوم غير معروف بعد أن تم تسليمه قربانا لحفتر في حسابات لم تعرف نواياها بعد. تمهيدا لانتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن. عام جديد يدخل على برقه يحمل في طياته الكثير، فبعيد إعلان حفتر بقبوله بمبدأ الانتخابات مكرها بعد محاولات التفويض البائسة وعمليات التخريب التي طالت مراكز الاقتراع، أبدى الكثير تفاؤلهم بحذر وصاروا يتأملون عودة المسار الديمقراطي من جديد، والذي ركنوه فيما مضى، فسرعان ما تبددت أحلامهم وبدأت عمليات الاغتيالات التي طالت شخصيات أعلنوا ترشحهم للفترة المقبلة وآخرين برزوا على مستوى قبائلهم. تجار سيارة مفخخة بالقرب من السوق العام أمام حوش أستاذ موسى النمر. ففي السادس من الشهر الجاري تمت محاولة اغتيال موسى النمر العقوري، إحدى الشخصيات البارزة والمؤثرة في قبيلة العواجير، عن طريق سيارة مفخخة جانب بيته ببلدة سلوك غربي بنغازي، والتي هي نفسها التي اغتيل فيها الشيخ بريك الواطي في مايو 2017. وتأتي محاولة اغتيال موسى في سلوك بعد يومين من عملية اغتيال لأحد المترشحين في الانتخابات القادمة في بلدة لبيار صلاح قليوان. بدوره أبدى عبد الحميد الكزة شيخ العواجير امتعاضه بتصرفات حفتر الأخيرة ضد أبناء القبيلة. لا شك بأن المشهد المحلي بات يتغير وأن المزاج القبلي أصبح في غير صالح حفتر بعد أن تيقن الجميع بأنهم ليسوا إلا جسرا لوصول حفتر للسلطة، وأن فاتورة القتل بين أبناء القبائل في ارتفاع دون أي استقرار حقيقي مع انكشاف حقيقة زيف الكرامة وشعاراتها. حلفاؤه الدوليون ليسوا أفضل حالا من المحليين، فبعد تراجع فرنسا عن الملف العسكري قبل قرابة 6 أشهر ورضوخها للحل السياسي، ومصر والإمارات قاب قوسين من المعادلة الدولية والتي فرضت هي الأخرى أن لا بديل من إنهاء الأزمة ودعم الاستقرار في ليبيا. أما الموقف الأمريكي بات جليا بأن واشنطن وحلفائها عاجزون عن إيجاد طريق للتعامل مع حفتر، وأنه بات المعرقل الرئيسي للسلام والاستقرار في ليبيا بحسب ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست مطلع العام الماضي. تصريحات حفتر الأخيرة لصحيفة جون أفريك الفرنسية والتي أدلى فيها هي الأخرى بأن ليبيا ليست جاهزة بعد للديمقراطية، وزعم حفتر أن السراج رهين للميليشيات في طرابلس وليست له أياد حرة، وأن العديد من السذج لا يزالون يؤمنون بسيف الإسلام على حد قوله. تناقضات في التصريحات وتخبط في المواقف تعطي للمشاهد قراءة حيثية لشخصية هذا الرجل، والذي لطالما تغنى بمفرداتها وصفق له الكثيرون وهتف له آخرون، وسرعان ما تبخرت آمالهم المنشودة والتي في سبيلها أهلكوا الحرث والنسل ودمروا مدينة كانت آمنة مطمئنة. برقة بين نفوذ القبيلة وسيطرة العسكر، هذا عنوان حلقتنا، واللي وريناها الكم هذين الفيديوهات، واللي وريناها الكم البيانات متاعت العواقير. كثير عندنا البيانات، لكن في مضمون لو أنك تجي تشوفن رغم أن زي ما تقولي طعموا فيهن بتطليعة فرج قعيم، لكن الأصل فيهن أن تأييد لعملية الكرامة، نحن مع الجيش ونحن مع الكرامة ونحن كذا ونحن كذا.
الامر اللي خلاكم تديروا بهذا الشكل وخلاكم البيانات بتاعتكم لازم تذكروا فين هذه المعلومات عشان كم انتوا اصحاب الكرامه. انتوا اصحاب الكرامه تقولوا فيها وما زلتوا حتى في بياناتكم. نحن اللي دعمنا الكرامه، نحن اول من دعم الكرامه، نحن اول من احتضن الكرامه. للاسف الكرامه انطردت من الغرب. خليفه حفتر انطرد من الغرب اللي هو بالمقاييس بتاعكم وبالمفهوم بتاعكم مفروض الغرب هو اللي يحتضنا. لكن احنا مذوبين شيره غادي في المنطقه الشرقيه، مذوبين شيره عيارنا من قلب نحن، لذلك انطرد من الغرب، احتضنتوه ودرتوله والعمارنا والرجمه والقصه السوداء. تو قاعدين انتم تطلعوا في بيانات كثرات بيانات كم يجي 6 ولا 7، لكن فيهن عده اشياء البيانات هذين. اول شيء منهن ان ما زال ولاءكم للكرامه وللمشير وخليفه ودددد والقصه السوداء اللي ودرتنا في دهيه، هذا ما تقدروش انتم تنسلوا منه. الامر الاخر ان قاعد اللي يقرا البيان عندك ونية يخطفوه يا يصير لا يا ينقتل، يا معناها ردوا بالكم تديروا حاجه، يعني ذل ما بعده ذل. شوف القبيله اللي انتم عولتوا عليها ودرتوها راس حربه في موضوعكم وفي حربكم، وللاسف درتوها راس حربه في انشاءكم ليبيا من جديد واقامه المؤسسات والدوله، انضربتوا من خلالها. تو القبيله ما لهاش اي طاري، وما زلتوا مصرين على انكم تطلعوا باسم القبيله، لكن مش تطلعوا تصلحوا اللي فات، لا تطلعوا تصلحوا تاكدوا في الباطل بتاعكم. لعندما انتم تبوا تقعدوا في هذه الحاله الله اعلم. ذل انكتب عليكم، انفرض عليكم. برقه قاعده تعاني الان، تعاني من العسكر اللي هو متمثل في المجرم هذا والحاشيه اللي حذاه، وبين القبيله اللي هي قاعده تدوس فيكم توها وتخش عليكم. وصار ما صار، قعد الكتائب يقودوا فيه عياله ويجوكم الفرجان، هذه واضحه قعدت. امتى تبي تطلعوا من هذه القصه الله اعلم. يفترض كيف ما كنتوا اقوياء في الباطل وشجعان في الباطل، المفروض تكونوا شجعان في الحق وتسجلوا تاريخ كويس وتختموها ختمة كويسة، وإن كان البلاد ضاعت، البلاد راحت دمار، الله أعلم أمتى ترد بنغازي هذه الله أعلم بها. لكن مع ذلك الرجوع محمود والرجوع مطلوب الآن، وخاصة بعد ما تكشفت الأمور قدامكم واتضحت بهذا الشكل. بعد هذا الوضوح ما فيش قياداته، هو اللي كان يمشي بهم، اللي مو في مصر، اللي مو في السجن، اللي مو مقتول، اللي مو مخطوف، اللي خوذ من هالكلام. مشايخكم اللي كانوا يمهدوا لكم ويقولوا لكم وكذا وبرقه ونحن مع المشير ونحن كذا، راحوا هتايا في الاوطان. حتى هم اللي ما تفجر، اللي ما احبسوه، اللي ما خطفوه، اللي ما ذلوه، اللي ما قرصوهم عوذنا بطريقه ما، كل دروا لكم بيش تبطلوا تقدموا لقدام. قالوا لكم اعطوه لكم رساله واضحه، وطلع عليكم خليفه حفتر في فيديو وقال لكم ردوا بالكم، واحد ينفخ شدوقه، اللي دار حاجه هذا بينه وبين ربه، لكن مش يجيني تو يقول هيك ولا هيك، لا لا ما فيش كلام هذا. في انا بنحكم انا واولادي والكتائب الامنيه اللي بتاعتي، مفروض انه وصلت الرساله عندكم. مفروض اللي غنوا على روسكم وقالوا لكم برقه ترى حامي وبرقه مظلومه وبرقه كذا، مفروض تمسكوا في رقبيهم تو، هذا كان لقيتوهم اصلا. بعد هذه المتاهة ما أظنش إن في متاهة أخرى. بياناتكم هذين عدلوهن شوية، وبين وبينكم عش ينفع فيها بيان، ينفع فيها موقف توه، موقف راكم قطعتوا، راكم كملتوا مال ورقبة. شفتوا دمار بنغازي؟ عدي أبرم في من دار جولة في بنغازي لقى الناس اللي قاعدة قدام عقاب الحواشين بتاعتهم من 60 قلينك مدين وجوههم، قال لك حتى السلام ما يردوا فيه من الصدمة اللي هم قاعدين فيها، من المقلب اللي كلوه، من الطعوم اللي اطعموه وطعمه على كيف كيفك. أرجو أن تكون رسالتنا هذه واضحة، أرجو أن يكون هذا الكلام وهذه الفيديوهات واضحات، يصلح الله حالنا. برقة بين نفوذ القبيلة وسيطرة العسكر.
ما زلنا معاكم نشوفه في الفيديوهات. عرف ان انا حيكون صعبات عليكم، لكن الاصعب منا انكم تديروا موقف يعوضكم حتى في التاريخ. اسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح عنا. خلونا نشوفوا الفيديوهات هذين ونرجع ان شاء الله. ها كل الأعمال التخريب والحرق والسرقة في ممتلكات المدنيين، كما نريد هدم أول بوابة حاربت الإرهاب في ليبيا، بوابة العزة والكرامة بوابة برسس الصامدة. ثالثا، فإننا نطالب بالإفراج الفوري والمستعجل عن ابننا البطل المناضل النقيب فرجك عايم العقوري. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شباب قبيلة العواقير القاطنين في بلدية سلوم في هذه الوقفة، تابعنا باستياء واستنكار شديدين الهجوم على منطقة برسس. ممكن رتوب شكل بسيطة والله، لكن ما هو موضوع فرج والله، ما ان عندهم سعي يصرفوا عليه في 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 في, في 600 700 جنيه، غير هذه غير الغنم البسيطه اللي ممكن عددها 200 ولا 250. الشعير هلا بال 160 دينار، هذه اللي يسكروا عليها في الطريق. اما قضيه فرج، قضيه راه في ايدي امينه. نحن لا نرى لا نحزي ولا نتحشين، هم معروفين ونذكر المحاذاة موت. نحن يا جماعة رانا نبغوا ولادنا طريقة هادية والطريقة ثالثة، لا نبغوا فرق البلاد، لا نبغوا فرق القطن، والجيش راه مش مقتصر في ولاد خلق منا هذا ضد الوطن. عبد الحميد هذا يوم عارف عرفتك انه من عند عبد الحميد الكز. عبد الحميد الكز هذا راهو ما مع الوطن لو ما عربه، خليه كانوا راجل يقدر يواجهني حتى في التليفون، خليه يواجهني كانوا هذاك. لا هذول هم اللي غرروا قايم ودروا في السنة. لا قايم رجل طيب ورجل كويس، لكن شاب صغير وفي امور ما يعرفنش، حساب الناس صافقة ويحسب الناس منين ودروا في داري، وتو يقولوا والله ما تباع راينا. يا عبد الحميد كذا، يا رجل عبد الحميد كذا، يوم مع جدران ويوم مع لاكسي ويوم مع الدوني ويوم لا هذا راهو مع الوطن ولا يقدر. شفنا الفيديوهات، شفنا المطالبة الفورية والمستعجلة لفرج قعيم. وين قروه البيان هذا؟ قروه في الشاهد عليهم، في المكان اللي كانت ترتكب فيه المعاصي والذنوب والذبح والتشنيق والتعذيب، في بوابة برسس، في المكان اللي طلع فيه سجن قعد من أصعب السجون في ليبيا للأسف. هذا اللي سموه هم دايريننا معلم يعني يمجدهم، معلم انه هو ميزه لهم وصفه لهم. نحن اللي درنا بوابه برسس، نحن اللي درنا سجن برسس، ينفعل فينا هكي؟ لا، ينفعل فيك اكثر من هكي، لجنك علي ظلم وعلي باطل. الشيوخ اللي كنت تعذبوا فيهم في البراريك الغادي اللي في السجن بتاع برسس، وانتم بتمشوا منهم من ربي سبحانه وتعالى، ولذلك الله سبحانه وتعالى انتقم منكم من نفس المكان. حتى البوابة ما تملكوها أنتوا ولا تمسكوها، واللي يجي منكم يقعد في البوابة يشوف شين سير له. واللي كان آمر السجن هذا تو مندر عليه، وين هو قاعد تدوي عليه أنت تقول له خليه يطلع، من يطلع لك؟ يطلع لك حفتره، يطلق لك حفتره؟ لا، هذا انتقام عادل من الله سبحانه وتعالى. والمصيبة الكبيرة أنكم ما زلتوا في ضلالكم، ما زلتوا في ظلالكم. تحركتوا شوية هاه، وبدأت الناس تراه تبي تغير رأيها، وطلعوا شيوخكم وكذبوا بعضهم، ولا مش مزبوط؟ مش كذب
رجرج كذب الكزة وقال هذا كذاب وهذا كذا ومرة مع جذران ومرة كذا. والسيد رجرج بروحه قال راه اللي سيرن هذين وكذا راه كلن على سب العلفة. معقولة؟ معقولة يا قبيلة العواقير القبيلة المسمية قبيلة عبد الحميد العبار يطلع الوجيج بتاعكم كله على سب علفة؟ علفة غالية ولا العلفة رخيصة ولا؟ معقولة الكلام هذا؟ ما تخافوش من التاريخ انتو، ما تخافوش من الأجيال القادمة، أحفادكم شنو يقولوا عليكم؟ تنضربوا في عقر داركم ويتخطفوا مشايخكم ويتخطفوا قياداتكم إن صح التعبير. إلا والله نحن نحو على رحنا والله ما مقتنعين بهم قيادات، لكن على الأقل طلعوا باسمكم وقالوا نحن قيادات ونحن عصاتكم في برقة، قالوا على مقاويلهم. وإذا بهم تو ذواويهم مرواحهم ما عارفينهم وين الناس. جو صبوا بيان وتكلموا وكذا. لا اندمت المهازل هذه. قبيلة مسمية كيف هذه؟ صراحة قبيلة مسمية مهما كانت. أما تقول عقوري معناها قبيلة، لكن بهذه التصرفات ومشايخها على الملأ ويطلبوا أن يقابلوا بعضهم ويكذبوا بعضهم ويتحدوا أنهم يتقابلوا مع بعضهم. كيف الكلام هذا؟ وين عقلاء القبيلة هذه؟ وين حكماءها؟ وين النخوة يا سيدي حتى بتاع القبيلة؟ وين هي؟ معقول الكلام هذا؟ بهذا الشكل يكون المشهد وينتهي بهذا الشكل؟ تودروا علينا بلاد، مدينة، بغازي، تودروها علينا بالكامل بالترهات وبالأكاذيب، وبعدها أنتم برواحكم تريحوا، وإذا رحتوا من قبل مال ورقبة وما زلتوا في ظلالكم. وين تبوا تمشوا أنتم؟ وين تبوا تسلموا؟ في الأخير بالكلى وداروا لكم رأي الأمم المتحدة وقول لكم لا لازم من انتخابات. وإذا به الصنديد اللي ودر قريب 20,000 من الطرفين غير المبتورين وغير الجرحى وغير اللي قاعدين يتعايطوا برا في البلدان مش لاقيين من يصرف عليهم، طلع عليكم تو حتى هو يبي يدير انتخابات ويبي يدخل للانتخابات، واي واحد منكم يرشح ويقول يبي انتخابات يقطع رقبته. يعني بعد هذا الذل ما في ذل يا هو، بعد هذا الوضوح ما عادش في وضوح صراحه. يعني معقوله ولدك يريح ورزقك يريح وما تقدرش حتى ترشح في الانتخابات؟ اللي في شهر 5 اللي ما زالت ثورتنا تقول هكي طلعتوا لنا وقلتوا برقه ونبوا حقوقها ومظلومه وكذا، توا منكم مش قادرين تتنفسوا، مش قادرين تتكلموا. شفتوا فبراير؟ شفتوا ثوره فبراير شن كان؟ كنا نحن عند المحكمه غادي نهتفوا لثورتنا وانتوا قاعدين عند تبستي غادي وتقولوا لا غلط وكذا. توا تقدر تديروها توا؟ والله ما تقدروا، والله ما يقدر واحد يفتح فمه منكم ولا يدير مظاهرة. عادوا ديروا مظاهرة كذا، ديروا جمعة إنقاذ بنغازي ولا جمعة إنقاذ برقة ولا جمعة إنقاذ قعيم ولا سنة إنقاذ قعيم ولا 24 ساعة بتاعت قعيم كذا، ديروها، ديروا حتى التصريح بس. والله اللي يتكلم ويدير التصريح هو بروح يريح. فبالله عليكم يا أخوتنا العواقير يا أهلنا، أقدعوا بالله عليكم وخلي عندكم موقف يحفظ لكم ما بقى من ماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا. أخبارنا اليوم إن شاء الله عندنا الخبر الأول شنو يقول؟ يقول مدير أمن توكرة رافع حسين في تصريح صحفي: مجموعات مسلحة هاجمت بوابة تنصلوخ وسيطرت عليها بعد انسحاب قواتنا. قواتنا انسحبت تنفيذا لتعليمات القيادة العامة ووزير الداخلية. المجموعة لا تتبع لأي جهة شرعية في الدولة. إيدك وحديدك يعني. الخبر الثاني شنو يقول؟ يقول أكد عضو تجمع أهالي درنا عادل البرعصي استمرار ميليشيات الكرامة في القبض على أبناء المدينة على الهوية ببوابتي مرتوبة وكرسة، مضيفا في تصريح له للنبأ بأن شاحنتي الوقود التي دخلت المدينة لا تلبي احتياجات المواطنين. مازال المأساة مستمرة. الخبر الثالث شنو يقول؟ أكثر من 4,000 حالة ضحايا الاعتداءات والسرقة في بني غازي خلال 2017. أكدت مصادر طبية وأمنية متطابقة لبوابة الوسط أن مستشفى الجلاء
للجراحة والحوادث في بنغازي استقبل 4017 حالة من ضحايا المشاجرات والسطو المسلح روحت بنغازي والاعتداءات المنزلية خلال العام 2017. وقالت المصادر أن المشاجرات تشمل الاعتداء بالضرب وإطلاق الأعير النارية والسلاح الأبيض لمواس. يعني الخبر الرابع، رحب عضو مجلس الدولة أحمد لنقي بقرار محكمة جنوب بنغازي بعدم اختصاصها ولائيا بالنظر في الدعوى المرفوعة ضد الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وآخرين. وأشار لنقي في تصريح صحفي إلى أن الهيئة التأسيسية منوط بها وضع قواعد تأسيس لسلطات الدولة وهياكلها، وأن أعضاءها منتخبون مباشرة من قبل الشعب. الخبر الخامس والأخير، برعاية مكتب النشاط المدرسي وتحت إشراف قسم التربية الرياضية أقيم صباح الإربعاء سباق للعدو الريفي للمؤسسات التعليمية على مستوى مدينة بنغازي للمرحلتين الأساسي والثانوي بنين. وانطلق هذا السباق من أمام الساحة المقابلة لفندق تيبستي والعودة إلى نفس المكان، وأقيم الخميس نفس السباق ولكن لفئة البنات في منتزه بنغازي السياحة. حقيقة تحية للقائمين على هذا النشاط، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال أهلنا وحال بلادنا ويرزقنا الأمن والأمان يا رب. رحيل الفتى الأسمر أو سامبو كما يحب. هذا الفتى الأسمر رجل من نوع آخر، من طراز خاص، اتسع قلبه للجميع، حمل الجميع في قلبه على مختلف تياراتهم ومدارسهم واتجاهاتهم. عرفته دروب بنغازي منذ طفولته المبكرة، وعمل صبيا في إحدى المقاهي المشهورة في ميدان الشجرة أواخر العهد الإيطالي مع الحاج مصطفى العبود، وعمل فنيا بورشة الحكومة ثم نادلا في المقهى التجاري. لكن شهرته تميزت أثناء عمله في مقهى الفردوس لصاحبه الحاج هويدي بروين، كان رشيقا وصاحب طريقة خاصة في توزيعه للطلبات، واختير مع غيره من زملاء المهنة في تقديم الخدمات في المناسبات الرسمية التي يحضرها الملك إدريس وكبار رجال الدولة وضيوف ليبيا. وكان خلال هذه المهنة بارا بأسرته ويسعى من أجل والدته التي توفيت منذ فترة قريبة. وكان شقيقه عبد الحميد من رجال التعليم والرياضة في بنغازي ومن الشخصيات الرائعة الظريفة، ثم عمل في محطة النور بالمدينة إلى تقاعده. عاصر محمد معتوق الكثير من الأجيال في المدينة، اقترب منها وأضحى جزءا من أنفاس عائلاتها وكأنه من أفرادها، بن عامر والمهدوي وزواوة واللبار ومخلوف والمحيشي والشيخ وحويو وكل العائلات. كان محمد معتوق في كل ذلك مواطنا رائعا وأخا يتميز بالصراحة والحب والألفة والظرف أيضا. كان لاقترابه من رفيق الوطن وقع خاص، كان قريبا منه وراوية لقصائده، يختزن في ذاكرته كل شعر رفيق الذي شجعه على القراءة والثقافة. سامبو الفتى الأسمر أحد تلاميذ رفيق وراوية شعره الأمين. هذا الفتى الأسمر البسيط اقترب من كل الأعلام والشخصيات السياسية والفكرية، وتجادل معهم وبادلهم الحب رغم الاختلاف. كان هناك حبا ولم يكن هناك حقدا، قرأ كل المصادر وتابع كل الصحف، تجده مع عز الدين إبراهيم ومصطفى بن عامر وأحمد رفيق وعمر النامي ومحمود فياض وإبراهيم حماد والبشير لغويل ومحمد عبد الهادي بوريدة والفاضل بن عاشور ومالك بن نبي ومحمود شيد خطاب وسيد قطب ومحمد قطب ومصباح عريبي وعبد المولى دغمان ورشاد الهوني والصادق النيهوم وخليفة الفاخري وعبد الحليم محمود وكل الشخصيات عرفها واقترب منها
واستفاد وتعلم وتثقف وحاور وجادل. هذا الأسمر النبيل بقلب يتسع للجميع ويحمل الود للجميع، وكان هناك ميلا من جانبه للرياضة تابعها. كان أحد أفراد النادي الأهلي وصديقا لنادي الهلال والنجمة والتحدي وكل النوادي، وكتب بعض التعليقات الرياضية في الصحف، واهتم بالرياضة في أوروبا خاصة الدوري الإيطالي في أيام مجده. وكان هناك أيضا نشاطا وحركة دائبة له لا تهدأ في جمعية عمر المختار، وكان في كل هذه الرحلة يتواصل مع الثقافة والقراءة والحوار. ورغم ظروفه في كل الأحوال لم ينقطع عن مواصلة سكان المدينة دون فرق في أفراحهم وآلامهم، وكان له موقف من حقبة القذافي، لم يقترب ولم ينافق ولم يستفد، وكان بمقدوره ذلك مثل ما فعل الكثيرون، لكنه ظل على مبدئه في الوطنية وحب ليبيا، وكل من كان وطنيا مخلصا سجنه القذافي. وقد مر بهذه المحنة عام 1973، وفي مناسبات أخرى كان تحت المراقبة باستمرار، وظل في بيته المتواضع رجلا شريفا عفيفا أبيا. كنا عندما نرى هذا الفتى الأسمر في دروب المدينة ومناسباتها ندرك أن الدنيا بخير وأن ليبيا بخير. برحيله في 23 يوليو 2013، يبقى محمد معتوق من أحسن الأمثلة على قيم الرجولة والنبل والصدق والبساطة والعفوية، وأخشى أن تكون دفنت مع هذا الفتى الأسمر البنغازي النبيل. نقول طالت في الليل منجاتي، يا ريت تحسي خلجاتي، يا ريت تلمي الأرواق وتحسي نار المشتاق، ومعاك نعيد حساباتي علقم هجرك ما ينطق، أشواق تعبت فوق أشواق لهيب نشرتها في كتاباتي. ليش نفيتيني عن صدرك وصدقتي كل اللي انقال؟ تحسبيني نرب قهرك، تحسبيني ندنس طهرك، ظنيتيني من الأنذال، كيف وانا اللي كل عروقي تنبض باسمك، تهوى رسمك، تحكي شعرك، تخوض علي سباك أهوال، كيف وانا اللي حلمي ديما نشوف ورودك، أمال تعلي بنيانك، كيف وانا اللي كاتب فقرة وسط بنودك، نضحي بكل العمر عشانك، تحطيني في صف الأنذار وانتي فرحك فرح حياتي، وزهوك ديما زهو أوقاتي، وعلقم هجرك ما ينطاق، أشواق تعبت فوق أشواق مرار نشرتها في كتاباتي. وقفتك قلت لك لأبواق تدق علي بيبان أسوارك، شاعر مداح وصفاق يخرب مناه انتصارك، شاف الفرحة اللي فرجائك والأحلام في عين أطفالك، وجعاتها ننعم بلائك وبالأفراح نعم رجالك، صعب عليك كلامي فيه ودرتيني خراب الجوع، قلت لك فيه دليل عليه طلبتي تغيير الموضوع، فتحتي له كل البيبان ودرتي له مرة النشان وصدر صفحات أخبارك. أنا يومتها كنت نغني لك بشعار بدمي كتبها ومضوي شمعة قنديلك.
وصلنا لفقرة التغريدات تو، خلونا نشوفوا مع بعضنا المغردون شن قالوا اليوم. هاي ميسر ريم قطراني شو تقول؟ تقول جيب بن قوسين إرهابي ترجع بنغازي وإيدك وحديدك، ما تجيبش إرهابي تلقى روحك في شارع الزيت. المهم أن مرفقة نسخة للاستخبارات التي تنتظر النازحين للتبليغ عن الإرهابيين، يعني في بيان لهم ولا في قرار لهم في الوقت الذي نترحم فيه على شهدائنا من أبناء قوات المسلح. عبد القادر القنين شنو يقول؟ عاجل في اتصال هاتفي مع أحد مشايخ العواقير في بنغازي أكد الأتي: واحد، شكل العواقير لجنة تتكون تقريبا من 25 شخص من عدد من بيوت العواقير، ووضعوا على رأسها أحد أبناء قبيلة الشيبات للقاء خليفة حفتر، وكتبوا طلبا بذلك ووقع عليه كل أعضاء هذه اللجنة، حيث تضمن الطلب رغبتهم في لقاء حفتر للحديث معه حول فرج قعيم للإفراج عنه. لكن هذا الطلب يواجه بالرفض حتى الآن، ويبدو أن حفتر يرفض لقاءهم ومقابلتهم وفق مقربين منه، حتى أنه بدأ الشك يساور بعضهم في أن فرج قعيم قد قتل، وقد ولد رفض حفتر لمقابلة هؤلاء المشايخ احتقانا لديهم وخيبة أمل، خصوصا وأن بعضهم كان له دور بارز في دعم حفتر منذ الإعلان عن عملية الكرامة في مايو من العام 2014. التصريحات التي أدلى بها سعد رقرق حول أن احتجاجات شباب العواقري كانت بسبب غلاء أسعار بين قوسين الألفة أفرزت احتقانا كبيرا في أوساط شباب القبيلة والداعمين لهم من أبناء القبائل الأخرى الداعمة لفرج قعيم. ثلاثة، شهد مساء يوم الأربعاء توترا كبيرا في محيط المواقع والمعسكرات التي تسيطر عليها كتيبة الصاعقة، وسط أنباء تحدثت عن توتر بين الصاعقة والكتيبة 106 التي يقودها صدام وخالد نجلاء خليفة حفتر، هذه السعدي وسيف في وقتهم. مفتاح بن حليم، مفتاح المغربي آمر تحقيق مع الدرياق بسبب تسرب معلومة 118 جثة من المرتزقة، حتى آمر التحقيق تسرب فضحكهم ربي وخلاص. السلام الراجحي الأجرب قال لكم ليبيا ليست جاهزة بعد للديمقراطية، هذا الكلام قاله لصحيفة فرنسية تختص بالشأن الإفريقي، طبعا يلعب على عدة أحبال هو. عبد الحميد الكزش يقول: كما سبق وأن قلنا الإسقاطات يبدو أنها بدأت، وعلى الشباب الإصرار على مواقفهم وعدم الاهتمام بوساطات الذيول وما يسمون بالمشايخ، فلماذا لم يتدخلوا في جميع الأحداث السابقة والتي يعتبرونها انتصارات لسيدهم حاكم الرجمة؟ العواقير في ما بينهم. هذه عبد الحميد الكز. عماد الدين بالعيد شنو يقول؟ يقول: عقيل الصالح من حيث لا نعلم أصبح يريد دستورا قبل الانتخابات، رغم أنه كان يرفضه قبل أيام قليلة. ترى البقرة ترك البقرة ويفاوض في لونها ليضمن استمرار بقائه، يعني محاولة أخيرة لعقيلة صالح، بلكم الدستور هذا بلك يجيب نيخة من جديد ونقعد أنا في الكرسي. عبد السلام الراجحي أيضا شنو يقول؟ أهم حدث في 2017 قال: نجحنا في عدم فتح فروع لشارع الزيت بمدن الغرب والجنوب، إن شاء الله ربي يتمم عليها كله ويوقف شارع الزيت هذا ونفتكه منه بإذن الله تعالى، ويعتبر نجاح حقيقة، نجاح كبير بالكل، إنما تكررتش هالمأساة، مأساة شارع الزيت بالذات اللي حيذكرها التاريخ بأسوأ كلمات وأسوأ عبارات، الحمد لله اللي ما تكررتش من جديد وإن شاء الله توقف على هذا. عبد السلام الراجحي أيضا: حفتر التفويض سيصبح خيارا وحيدا في حالة عدم وجود أجسام منتخبة من الشعب، هذا دليل أن حفتر كان يريد الوصول للسلطة عبر مسرحية التفويض والتي أفشلت بعد استدعائه لروما. حفتر يلعب على جميع الأحبال، المهم أني أنا نقعد في المشهد
وياريت تختصروا الوقت وتختصروا المجهود والأثمان اللي تدفعوا فيه وحطوني رئيس ليبيا باش تنحز هذه القصة. هذا لسان حالة ولسان مقالة يقولك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفكنا منه. طيب نكتفي بهذه التغريدات اليوم وإن شاء الله ربي يصلح حالنا. حلقتنا اليوم كانت بعنوان برقة بين نفوذ القبيلة وسيطرة العسكر. بدأناها بثلاث رسائل، وكانت الرسالة الأولى على الكلام اللي كاثر في السجل المدني، ولا يفهم من كلامنا على السجل المدني نحن ضد الانتخابات أو نشك فيهن، لا، لكن قضية السجل المدني قضية أمن قومي، فيها من الخطورة ما فيها، فيها تزوير، فيها كذا، نطالب بتحقيق نزيه شفاف يطلع لنا هالقصة هذه بالضبط. هل تتأكد ولا تنفى؟ إذا كان تأكدت ربي يصلح حالنا ويفكنا منها باش ندخلوا على الانتخابات ونحن يعني محترمين كيفنا كيف الشعوب الأخرى. هذه كانت رسالتنا الأولى. رسالتنا الثانية كانت للمهجري بنغازي اللي هم موجودين في المنطقة الغربية. الجهود اللي قاعدة تبذل الآن للحصول على أفضل وضع للمهجري بنغازي والمحافظة على قضيتنا وعلى عدالتها، لكن التشتيت الجهود لا مش مطلوب. التشتيت الجهود هذا علامة خطأ في السير بتاعنا، ما نبوش نقوله في النوايا، النوايا هذه علمها الله سبحانه وتعالى، لكن تشتيت الجهود ربما يجي من نتيجة الحرقرة ونتيجة الإصرار على الحق، لكن تشتيت الجهود لا. عندنا نحن خذت المبادرة التنسيقية والحمد لله رب العالمين بدأت تكون، وكونت لجنة في مصراتة وكونت لجنة في طرابلس وفي زليتن جاية. خلونا نمدوا يدينا لبعضنا واللي عنده رأي يجي ونلتموا مع بعضنا، أرانا عائلة واحدة وهم واحد وكارثة واحدة. خلونا ننطلقوا بمدينتنا وننطلقوا بليبيا، لما يقعد عندنا صوت واحد ويقعد عندنا يعني ألفة مع بعضنا ومجهود متحد. رسالتنا الثالثة كانت لخوتنا العواقير. خوتنا العواقير أظني المشهد انكشف قدامكم واتضح، وما زلت نقول والله ما نقول فيها مجاملة ولا نقول فيها، نقول ما زلت راكم قبيلة، راكم قبيلة ما عندناش وين نريحوا منكم. بالله عليكم ديروا موقف، خلاص انتوا ضعتوا، ضاع أرزاقكم، ضاعوا أولادكم، ضاعوا مشايخكم، ضاعت مدينتكم، ضاعت برقة نتيجة دعمكم في البداية حقيقة، أنتوا كنتوا تفتخروا بها. المصيبة اللي أكدنا عليها نحن في هذه الحلقة إنكم لعند الآن في بياناتكم اللي طالب بخروج فرجك عين ما زلتوا تصروا على إنكم داعمين الكرامة وإنكم أهل الكرامة، لكن المواقف اللي قاعدة يصير يطرد فيكم طار دراجة حتى مقابل ما ينبشي قبلكم. شيوخكم يطلعوا يكذبوا في بعضهم، شيوخكم مواقفكم شرق عيم يطلعوا فيهن على أساس أن هي علفة ما علفة وأنه إحباط الكم. مفروض يكون عندك موقف يا قبيلة العواقير تنسفوا بها هالحقبة التاريخية الشينة في حقكم، هالثلاث سنين هو الدمار اللي صار، ترجعوا بإذن الله تعالى يكون الكم دور وربي يصلح حالنا. هذين كان رسائلنا. كانت حلقتنا بعنوان برقة بين نفوذ القبيلة وسيطرة العسكر. حكينا لكم كيف حفتر الآن ما عباش بحد الآن، كيف يتحكم في المشهد هو بنفسه، هو وأبنائه، هو والكتائب الأمنية، هو والأسف القبيلة اللي أنتم لعبتوا عليها، لعب عليها هو بها وقبيلته وقاعد يمشي بها تو يسيطر بها ويدير في اتصالاته ويقوي في روحه، لكن القبيلة والفدراليين والتيارات كلها ضربها بعرض الحائط اللي كانت يوما ما يقول نحن مستعملين حفتر هذا باركولبي، مجرد ما يصير موضوع نقولوا له هكي اتضح هو اللي داركم باركولبي وهو اللي خذا عيالكم وخذا أرزاقكم وخذا مدينتكم ودمرها، وهو والشلة متاعه الفيلات والفلوس والسفريات والتمثيل الدبلوماسي والتمثيل السياسي هذا كله في حظنا هو. أما أنتم ما عليكم إلا تقدموا عيالكم وتقدموا أرزاقكم وتقدموا سيرتكم الطيبة، ضيعها الكم بش يقعد منظر كم شين. هذا المشهد الآن كان في حلقتنا اليوم، هو هذا المشهد، سيطرة العسكر على الشرق. وللأسف بعد ما استعملكم هذا الاستعمال وبعد ما فضل من ربي سبحانه وتعالى ثم بفضل أبنائنا ودمائهم وأشلائهم اللي وقفوا هذا المشروع واللي عاندوا به العالم،
الآن جاي من الباب الآخر يقول بلك يصير مني عن طريق الانتخابات وعن طريق السياسة، لكن يحذر في نفس الوقت يقول احنا قاعدين نبحثوا. إذا كان لسان الحال والمقال يقولك إذا كان الانتخابات هذين ما جبنيش معناه الانتخابات هذين مزورة ومشوهة وما ينفعش، نحن حنتدخل ونأخذ الحكم بالقوة. أتمنى أن يكون عندنا رؤية غير اللي فاتت، ويكون لنا موقف في برقة الآن وفي المنطقة الشرقية بهذا الشكل حتى تتضح الصورة بالكامل. حكينا لكم كله في الحلقة من بدايتها لنهايتها، وين نقاط الضعف عندكم، وين اللي مفروض تديروه، وين المفروض تأكدوا عليه، شنو التاريخ اللي مفروض تمسكوا به. هذا كنا قلناه، كارثتنا رأي كبيرة في المنطقة الشرقية. كل الشماعات اللي كانوا يقولوا عليها طلعن كلهم مضروبات، كلهم كذب، يبوا سلطة، يبوا فلوس، يبوا سرقة، يبوا رشوة، يبوا كذا، قاعد واضح الآن. أرجو أنها تكون حلقتنا كانت واضحة وأدت الغرض بتاعها. نلتقي بكم في لقاء قريب في حلقة جديدة في عنوان جديد من برنامجكم بنغازي تعز علينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا لا 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 لا. قالوا دواعش وقطاعين الروس، في آخر حلقة باعوا برقة للروس، جابوا فرقة طافيها روسية، باعوا البلاد وجابوا المصرية، ملي هربهم داعش في عز الليل، وبنغازي منهم يا معانت من ويل، ملي بلطهم داعش في عز الليل، وبنغازي منهم يا معانت من ويل. نحن السوار وضنوت بنغازي، لا نرضى العار لا نبيعوا للغازي، نحن الثوار وضنوت بنغازي، لا نرضى العار لا نبيعوا للغازي، نحن السرايا نحن احفاد المختار، نحن الربايا نبوا البلاد عمار، نحن السرايا نحن احفاد المختار، نحن الربايا نبوا البلاد عمار. حفتر دمر بنغازي يا هلنا، والله حال بلادي شغلنا، حفتر دمر بنغازي يا هلنا، والله حال بلادي يشغلنا. وقالوا دواعش وقطاعين الروس، وفي آخر حلقة جابوا فرقاطة روس، جابوا فرقاطة فيها روسية، باعوا البلاد وجابوا المصرية. يا لا 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 لا. منا شرهاب ولنا تنظيمات، الأحزاب معانا لا فينا تيارات، وما ناشرهاب ولنا تنظيمات، والأحزاب معانا لا فينا تيارات. أسمع مني وما تسمع عني، خلق منا الإعلام المتجني، أسمع مني وما تسمع عني، خلق منا الإعلام المتجني. فرق بنغازي وما داير لا خير، إعلام اليوم أسمعني راح عديم ضمير، فرق بنغازي لا لا داير لا خير، وإعلام اليوم أسمعني راح عديم ضمير. زين للناس الظلم وخلاهم يبقوا في صف الظالم واجد شقاهم، زين للناس الظلم وخلاهم.